بكم في موجز الأخبار. تعقد غدا السبت بالقاهرة جلسة مباحثات مكثفة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السوداني إبراهيم غندور، وتمتد المباحثات على مدار جلستي عمل بقصر التحرير، حيث من المنتظر أن تتناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. هذا ومن المقرر أن يعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشترك. أعلنت روسيا أن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا سيزور موسكو الأسبوع المقبل. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن المبعوث الأممي سيجري محادثات بشأن الأزمة السورية، مشيرا إلى أن لقاء الدول الضامنة للهدنة في سوريا في أستانا يمكن أن يعقد في منتصف الشهر الجاري، وأن الاتصالات تجري حاليا لتحديد الموعد. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من انعدام آليات التعاون بين روسيا والناتو، وقال إنه أمر سيء يقوض قدرات الطرفين في محاربة الإرهاب والتعاون البنائي في التصدي للتحديات المعاصرة. وخلال مشاركته في منتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي، قال بوتين إن حلف الناتو أصبح اليوم أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه رحب بانضمام الحلف لجهود محاربة الإرهاب. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي المتبقين في مدينة الموصل لا يتجاوز 1000 عنصر في المرحلة الراهنة من العملية العسكرية لتحريرها. وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب إن المساحة التي لا تزال تخضع لداعش بغرب الموصل لا تتجاوز 10,000 كيلومتر مربع. تقدمت القوات المسلحة الليبية باتجاه منطقة الجفرة بريا، واشتبكت مع عناصر تنظيم القاعدة التي انسحبت باتجاه قاعدة الجفرة العسكرية. وقصفت القوات الليبية تمركزات لميليشيات صار الدفاع عن بني غازي بالمنطقة في إحدى المزارع وداخل مقر الشرطة العسكرية، إضافة إلى القاعدة العسكرية بالمنطقة. على رأس الساعة تتجدد الأخبار.